ده عشان خاطر العلاج. شيل فلوسك يا استاذه بعد اذنك. يا استاذه انت ما صدقتي. مين الاخ؟ هو فعلا ملاك، بس ملاك موت. ابنك دخل سكة مش عارف آخرها يا أم. طب تفتكر لو أنا جيت لك المكتب ده ممكن يساعدني إن أنا أفتكر؟ تفتكر لو هيلعبوا اللعبة دي دلوقتي هيلعبوها إزاي؟ إحنا بقى هنخليهم يشوفوا حاجة عمرهم ما جربوها قبل كده. إحنا في بيزنس. عايز اشوفها بعد اذنك يا باشا. ماشي السليم بيه يا باشا.